إن كنتم تعلمون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، اتقوا الله حقيقة التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عباد الله، كنا قد بدأنا بسيرة سيد المتقين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بدأنا بدروس السيرة النبوية نتعرف من خلالها على حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونقف على أهم ما فيها من الدروس والعبر نستلهمها لواقعنا المعاصر. توقفنا عند قول ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع منه خبر الوحي الذي أنزل عليه، قال له: يا ليتني فيها جدعاً، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتِ رجلٌ قطُّ بمثل ما جئتَ به إلا عودي. رواه البخاري. ورقة بن نوفل رجلٌ حكيم، يعلم أن ما جاء أنه ما جاء مصلحٌ ليقف ضد الشهوات التي تخالف ما حدَّ الله عز وجل إلا وسيُعادى. وقد أوذي صلى الله عليه وسلم، بل ابتلي ابتلاءً شديدًا، ومن الذي آداه؟ من الذي شدَّد عليه؟ إنهم قومُه آدوه وابتلوه في نفسه كثيرًا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم سجد يومًا وهو يُصلِّي، فجاءه بعض سفهاء المشركين فوضعوا فرت جزورٍ وسلاها بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وظل صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يرفع رأسه، حتى أقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تسعى فألقت عنه ذلك الأذى، وهي تسب أولئك السفهاء من المشركين. وفي يوم آخر أقبلوا إليه وهو عند البيت، اجتمعوا فوتبوا عليه وأخذوا بمجمع ردائه وكادوا يخنقونه. قام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يدفعهم عن المصطفى ويقول لهم وهو يبكي: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ مواقفه صلى الله عليه وسلم كثيرة، تلك التي تبين حجم الأذى الذي تعرض له أكرم الخلق خليل الرحمن سيد ولد آدم صبر عليه الصلاة والسلام. تحمل كل ذلك البلاء الشديد، تحمل المحن والأذى في ذات الله عز وجل. فلما اشتد بلاء المشركين عليه وعلى أصحابه، هنا رفع يديه عليه الصلاة والسلام، دعا على طواغيت المشركين ثلاثاً، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: فوالذي بعث محمدًا بالحق، لقد رأيت الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. هكذا هكذا كان صلى الله عليه وسلم في الصبر طويل البال، حتى على أشد الأعداء، حتى إذا بذل الأسباب
وبلغ الأمر منتهاه كان الدعاء. إنها الحكمة النبوية والصبر والتضحية من أجل ذات الله. والدعاء كان على أناس معينين، عرف مكرهم، عرف عنادهم، عرف تجبرهم وسخريتهم من المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذا درس لنا، في هذا درس لنا يا عباد الله، أن نسأل أنفسنا: ماذا أصابك أيها المسلم في ذات الله؟ ماذا قدمت من أجل دين الله؟ إننا نعيش اليوم في رغد، في نعمة، والإسلام يحتاج منا الكثير، فهو أمانة في أعناقنا. كم تبذل أيها المسلم، كم تبذل من جهدك ووقتك ومالك ونفسك من أجل دينك، من أجل الله عز وجل. ما أبخل بعضنا إذا طلبه ربه واستقرضه، وما أشد جزع بعضنا إذا أصابه ما أصابه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. في بداية الدعوة المحمدية لمحة ولفتة جميلة، وهي أن الأصل في البلاغ الإنذار والتبشير. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. فأمر هذه الدعوة مبني على هاتين الوسيلتين، الإنذار والتبشير. تأمل أخي المسلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في دعوته تنفيذاً للأوامر الإلهية في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. في قوله تعالى أيضاً: فقم فأنذر. أول ما قام به عليه الصلاة والسلام هو إنذار قومه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم، صعد على الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، للبطون، بطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآية سورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان لقومه نذيرا، كما قال تعالى على لسان نبيه: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا كله من باب الإنذار والترهيب، وليس من باب الترغيب والتبشير. فأمر الدعوة يا عباد الله مبني على الاثنين، وعد ووعيد، مبني على التبشير والترغيب والنذارة والترهيب. لكن لاحظوا أنه صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته بدأ بالإنذار. واليوم نوصي أنفسنا كثيرا بأن نبدأ دعوتنا بالتبشير. فأين هذا ممن ينكرون أسلوب الترهيب حين الدعوة إلى الله، وأنها تنفير ونشر لثقافة الموت والقبر والنار، وأن ذلك تسبب في أمراض نفسية لأبنائنا وفتياتنا ومجتمعنا، حتى جعلوا الدعوة إلى الله أشبه بأحوال رهبان النصرانية والبوذية وغيرها. نسوا أن المواعظ صيط القلوب، مع تنبيه المفرطين بالترهيب الذي لا يجيدون الحديث إلا عن الموت والنار فقط. إن الدعوة إلى الله فن يحتاج إلى من يتقنه ويجيد استعماله، والوعظ أحد أساليب الدعوة له، له ميزان وضوابط. قدوتنا فيه سيد الواعظين المصطفى الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه.
قد يتساءل بعضكم عجبا كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالندارة؟ فنقول قلوب غافلة قاسية توقظها الكلمة والكلمتان، وقلوب قاسية منغمسة في الشهوات والعناد حتى التمالة ليس لها إلا صياط الترهيب والتخويف، والأمر بين هذا وذاك حسب الحال حسب الحالة والحاجة. والمسلم الملهم طبيب للقلوب، فيا كل مسلم، يا كل داعية وواعد، وكل محب لنشر الخير، تعلم طب القلوب وكيف تؤثر فيها وكيف تقربها وتحببها لله ولدينه. فاقرأ وتأمل سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم لتعرف المنهج النبوي في التربية والتوجيه. فقد مرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس مراحل. الأولى مرحلة النبوة، وفيها أمر صلى الله عليه وسلم بالقراءة، فالقراءة وطلب العلم مفتاح النور. العلم قبل القول والعمل، أي دعوة، أي أمر بمعروف، أي نهي عن المنكر دون علم وكثرة قراءة واطلاع فهي خداج أي ناقصة، غالباً ما تضر ولا تنفع. فلا يكفي مجرد حب الخير والحماس أو مجرد الغيرة، بل لا بد من كثرة قراءة وطلب للعلم واطلاع. المرحلة الثانية إنذار عشيرته الأقربين. فليس من الشرع ولا العقل أن يغفل الإنسان عن أهله وولده ويدعو الآخرين. فتأملوا، تأملوا أولاً في أهلكم، تأملوا في بيوتكم، فإن البعض ربما خيره ونشاطه وصل إلى كل مكان إلا أقرب الناس إليه. هكذا يعلمون الأمر السماوي والمنهج النبوي، وأنذر عشيرتك الأقربين. المرحلة الثالثة إنذار قومه أجمعين، وهم قوم قريش. ثم المرحلة الرابعة إنذار العرب قاطبة، وهم القوم الذين ما أتاهم من نذير من قبله صلى الله عليه وسلم. ثم المرحلة الخامسة إنذار جميع الخلق من كل من بلغته دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس. هكذا التنظيم، هكذا هو التخطيط لهداية الناس، ليرى الناس هذا النور، هذا النور العظيم، نور الإسلام الذي ربما أساء إليه بعض أهله بسلوكهم وبعدهم عن حقيقته وعن جماله، فلم يعد لهم إلا مجرد صورة، إلا مجرد صور، هذه الصور التي أساءت كثيراً كثيراً لعظمة هذا الدين وجماله. هكذا بدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم دعوته بهذا التخطيط والتقسيم. مراحل خمس أنجزها صلى الله عليه وسلم في صبر عظيم وفقه وحكمة وثبات ومتابرة وحرص شديد على هداية قومه وإرشادهم وإنقاذهم من ربقة الشرك والوثنية. إنه الهدف الواضح، لا يشوبه مصالح دنيوية ولا حظوظ نفس دنية، فكانت النتائج مبهرة لتحقيق هذا الهدف. فهل كانت البداية سهلة على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، لم يستجب له في بادئ الأمر إلا ثلاثة نفر، امرأة وصبي وعبد. أما المرأة فزوجه خديجة رضي الله عنها، أما الصبي فابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أما العبد فمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين. ثم استجاب له بعد ذلك، استجاب له صديقه وحبيبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فكان أول سيد من سادات قريش يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بدعوته. ثم شيئاً فشيئاً أخذت أنوار الدعوة النبوية تنتشر
في بطاح مكة حتى بلغ المسلمون 40 نفرا كانوا يجتمعون سرا في دار الأرقم بمكة يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمون التوحيد ومكارم الأخلاق. فلما تربت هذه العصبة القليلة وتعلمت وذاقت طعم الإيمان انطلقت تنشر هذه الدعوة بحكمة وموعظة حسنة، فأخذ الناس يقبلون على هذه الدعوة الإيمانية التي لامست شغاف قلوبهم وجاءت لتشبع جوعة نفوسهم، توحيد وأخوة وصدق وحسن تعامل ومكارم أخلاق وراحة قلبية. لقد كانت الدعوة لبيان صفاء الإسلام وجماله وروعته وتحقيق لإنسانية الإنسان ورغبته وسعادته. هكذا هو إسلامنا، هكذا هي دعوتنا، هكذا علمنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام. إنه الحب للناس، حب الخير للناس، حب الهداية للناس. مهما أساء إليك الناس، مهما قال عنك الناس، فأنت تريد بذلك وجه الله عز وجل. إنك تتعامل مع الله لا تتعامل مع الناس، فاصدق مع الله مهما قال ومهما آذاك الناس. عباد الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله مالك يوم الدين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد كان ذلك النجاح الذي حالف دعوته صلى الله عليه وسلم كان أنموذجاً رائعاً عظيماً فيه القدوة والأسوة للمسلمين أفراداً وجماعات. أو تظنون أن ذلك النجاح العظيم في دعوته كان مجرد فلتة أو كان مجرد معجزة؟ يبدأ صلى الله عليه وسلم دعوته بثلاثة نفر، امرأة وصبي وعبد، وفي خلال 23 عاماً يغير وجه جزيرة العرب من جزيرة وثنية كئيبة إلى جزيرة إيمانية مشرقة ومنبع إشعاع تهفو لها القلوب. ما الذي نملكه؟ لا نجد مسلماً في شرق الأرض وشمالها وجنوبها إلا ويهفو قلبه لتلك البلاد. لا نملك والله إلا نور الإسلام وعظمة الإسلام ومهبط الوحي. هذا هو كنزنا، هذه هي حياتنا. هذا في خلال تلك السنين، في خلال 23 عاماً يغير صلى الله عليه وسلم وجه جزيرة العرب، جزيرة تنطلق منها الدعوة لتحدث تغييراً في تاريخ البشرية كلها. لم يكن ذلك النجاح النبوي العظيم لم يكن مجرد نتيجة بلا مقدمات ولا مسببات بلا أسباب، بل كان من أهم أسباب نجاح دعوته صلى الله عليه وسلم هذا النجاح العظيم
ثلاثة أسباب رئيسة، اسمعوها يا معاشر المسلمين. فالإسلام اليوم يواجه الكثير من الشبهات، يواجه الكثير من العداوات، فأرجو ألا تكون ألا نكون نحن أهله أول من يتخلى عنه. إنه دين الله تعالى ومنصور بوعد من الله تعالى. أول هذه الأسباب هو وضوح الهدف، وتانيها صبره صلى الله عليه وسلم، وتالتها هو حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على هداية الناس وإرشادهم، حتى كانت نفسه الشريفة الرقيقة تكاد تنقطع من شدة الحزن إذا رأى عدم استجابتهم لنداء الإيمان، حتى كاد صلى الله عليه وسلم يهلك نفسه من شدة الحزن والحسرة والألم على قومه إذ لم يستجيبوا لنداء الإيمان. فخفف عنه ربه عز وجل بقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. إذا بذلت الأسباب وحرصت على هداية الناس للخير، وكانت دعوتك حب الخير للناس، وكانت دعوتك صافية صادقة لله عز وجل بتوحيد الله، بعيدة عن الشبهات وعن الأهواء، لا هوى ولا لحظ نفس ولا لجماعة ولا لحزب، بل دعوة صافية لله لتوحيد الله. لما رأى الله عز وجل من فوق سبع سماواته، رأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، رأى حزنه الشديد على صدود الناس، رأى رقة قلبه وحزنه لهدايتهم ودلالتهم على الخير. جاء النداء السماوي الآخر: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وباخع نفسك أي مهلك نفسك يا محمد. يا الله يا الله، قدوتنا وصل الأمر به إلى الحزن الشديد لبعد الناس عن الإسلام وعن دين الله، فأين نحن؟ أين نحن أخوة الإيمان؟ أين نحن إخوة الإيمان؟ ونحن نرى الناس في جهالات وضلالات، الناس في عداوات، في حروب، في بعد حقيقي عن جمال وروعة الإسلام. أفلا نقتدي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن همه صلى الله عليه وسلم تحقيق مجد سياسي، ولا الفوز بمنصب حكومي، ولا الوصول لبناء محفظة سهمية مالية. لم يكن همه صلى الله عليه وسلم يوماً أن يحشد الأنصار والأتباع، بل كان هدفه واضحاً، كان هدفه جلياً، هو هداية الناس، هو تبليغ دعوة ربه، وإنقاذ الناس الذين عبدوا غير الله من ربقة الشرك والوثنية. وكان من أسرار نجاح دعوته العجيب هو صبره عليه الصلاة والسلام، هو متابرته، حرصه الشديد على إيصال الهداية، هدف واضح، صبر وتحمل بحسن خلق، الزوايا الثلاث لذلك المثلث الناجح: هدف واضح، إخلاص وصدق، ودعوة للتوحيد واضحة يستعين فيها المسلم كل لحظة من نفسه ومن شرور نفسه وهوى نفسه. نسأل الله له الصدق والإخلاص في ذلك وفي أمره ونهيه، ثم صبر وتحمل لأذى الناس، ثم خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم رغم ما كان يعامله أولئك البؤساء الأشقياء يناوئونه ويحاربونه ويسبونه ويهينونه ويلحقون به الأذى كلما أمكنهم ذلك، كان هو صلى الله عليه وسلم في مقابل ذلك كله أشد حرصاً على هدايتهم وإرشادهم وإنقاذهم من ربقة الشرك والوثنية. وهذا هو الصبر النبوي
الذي يجب أن يتربى عليه دعاة وشباب الإسلام، فلسان حاله ومقاله صلى الله عليه وسلم كلما اشتد صلفهم وعظمت نكايتهم به صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متى قالها عليه الصلاة والسلام؟ قالها وقد شجوه والدم يسيل من وجهه الشريف، فيمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، يستغفر لهم ويدعو لهم ويعتذر لجهلهم بمثل هذا الصبر والعفو والاعتذار للآخرين، تنجح الدعوة ويكون الأثر ويحب الناس دين الله. فصلى الله تعالى وبارك على النبي الأكرم ما أرحمه، ما أشد شفقته، ما أعظم رقة نفسه الشريفة، آداه قومه وسبوه وأهانوه وأحزنوه حتى إنه من شدة ما لقي منهم هام على وجهه حزينا مغموما. وغضب الجبار عز وجل لنبيه ومصطفاه وخليله ومجتباه، فبعث إليه ملك الجبال، فقال ملك الجبال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك، لكن قد بعثني إليك لتأمرني بما شئت فيهم، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان عظيمان حول مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بقلبه الرحيم الشفيق، بنظرته الاستراتيجية العميقة للمستقبل: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. سبحان الله، تدبروا يا عباد الله، تدبروا مكارم الأخلاق والعفو، تدبروا النظرة البعيدة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بأبي الحبيب صلى الله عليه، يأبى الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ينكل بقومه الذين عادوه الذين آذوه، رجاء أن يخلق الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. اليوم يا عباد الله، قد نختلف مع بعض إخوتنا مجرد اختلاف، ربما نمارس سياسة الإقصاء أو العداء، ربما دعونا وسببنا، ربما تمنينا الموت لمن خالفنا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فأخرج الله من أصلاب أولئك المشركين من عبد الله وحده لا شريك له، وأبلى في الإسلام بلاء حسنا كأمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح. لقد أخرجه الله تعالى من صلب كافر وهو الجراح، وكعكرمة أحد أبطال الإسلام العظام، أخرجه الله تعالى من صلب فرعون هذه الأمة وعدو الله أبي جهل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم وفقنا لاتباع سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا لاتباع سنته صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الصبر والحكمة والخلق والعلم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا القبول، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا واجعل في قلوبنا حب الخير للناس وحب الناس وحب الهداية للناس، واجعلنا مفاتيح للخير في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا بالغيث النافع يا الله، اللهم أغثنا بالغيث النافع يا الله، اللهم أغثنا بالغيث النافع يا الله، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجللا طبقا سحا يا رب العالمين. اللهم
اللهم اسق عبادك يا رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.